على اليوم الظهور الاول للعين في 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 يعني ظروف كانت صعبه، الكل كان يجمع على ان الظروف بالنسبه للعين للتجهيز لدخول المباراه تقابل حامل اللقب كلها ظروف صعبه، ولكن يبدو انه فعلا كان العين مركز على هذه المباراه او اداره العين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا اشوف انه يمكن اليوم النتيجه صحيح ان الهلال يعني اخذ النقاط الثلاث، ولكن ايضا العين رغم كل الظروف اللي واجهها الفريق اليوم من غياب كثير من اللاعبين الأجانب بحسب حديث المعلق عيسى الحربين أنه أكثر من اثنين أو ثلاثة لاعبين أجانب غير جاهزين ولم يشاركوا في المباراة هذه، لكن أنا يمكن أختلف مع زميلي حمد بخصوص أنه مثل الفرق مثل العين الصاعدة ليس مطلوب منها أن تحقق نتائج جيدة أمام فرق المنافسة على البطولة، هذا كلام غير صحيح إطلاقا، بدليل أنه إحنا شفنا في الموسم الماضي وما قبل الماضي بعد زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أصبحت الفروقات الفنية تكاد تكون يعني متقاربة بشكل كبير جدا، والدليل الفروقات بالضبط، والدليل لما ترجع للموسم الاستثنائي اللي حقق فيه نادي النصر البطولة، من عطل نادي الهلال من عطل نادي الهلال في تلك الفترة من الفرق؟ هل اللي عطل نادي الهلال مثلا الاتحاد والأهلي مثلا؟ تركني من المواجهات المباشرة، اللي عطل أحد على الحزم على الرائد، وفي الموسم الماضي من اللي كان يتنافس على الدوري؟ النصر والهلال. صحيح. من عطل نادي النصر بشكل كبير عن تحقيق اللقب أو المنافسة على تحقيق اللقب مع الفريق الهلال؟ اليوم في ظل الدعم اللي مثل ما ذكر أبو لما دعم كبير جدا واهتمام من قبل الدولة واهتمام مباشر من قبل وزارة الرياضة على كل رئيس نادي أن يتعامل مع المبلغ المقطوع المبلغ أو الدعم اللي يجي أن يتعامل بشكل جيد، وأن يكون هناك لجنة مشرفة بشكل كامل على إحضار وتعاقدة اللاعبين. إحنا نعذر الفريق العين رغم أنه ترى كان ند قوي جدا للهلال وأحرج الهلال في الكثير من المباراة في كثير من وكان يمكن يطلع بالتعادل لو كان فيه مثلا خبرة في مثل هالمباريات هذه، لكن العين أنا أتوقع وجهة نظري الشخصية على المستوى اللي شفتها أنا نوعا ما في دوري الدرجة الأولى على الأقل في آخر ثلاث مباريات. نعم. أنت تتحدث عن فريق هو والباطن والقادسية قبل أسبوعين كانوا يلعبون أو قبل ثلاثة أسابيع يلعبون، فما في إمكان ما في فرصة أن الواحد يشتغل، وهو قاعد يشتغل طبعا. عاطفي هو في هذا الرأي. لا مش عاطفي هذا الرأي عاطفي. لا 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 متى نقول عاطفي أبو خالد؟ نقول عاطفي على الفرق اللي هبطت. طيب. في الموسم الماضي لأن كان عندها وقت طويل في عملية التحضير للموسم الجديد، لكن إحنا نعرف ظروف جائحة كورونا ونعرف الشيء، لأنه حتى البعض يعني كان يتصور لأنه هذا الموسم مترابط مع بعض. عموما نتيجة جيدة بالنسبة لي نتيجة جيدة لا تعكس واقع الفريق الفني على الرغم من الغيابات مثل ما ذكرت لك. اثنين، يمكن حتى أنا أتمنى من إدارة النادي العين في الباحة أنه يستمر هذا المدرب فيصل الغامدي مع المدرب الألماني يكون موجود إلى بجانبه. رقم ثلاثة، أنت نادي العين كأول تجربة لك في تاريخك تتواجد في دوري قوي جدا، وصفت أنه الدوري الأقوى. نعم. في المنطقة. نعم. ومع ذلك تقدم نفسك، وبالعكس حنا متعودين زمان الفرق الصاعدة دائما تأخذ بالخمسة وبالأربعة عندما. صحيح. تصعد. اليوم في ظل وجود سبعة أجانب على كل فريق أن يتعامل بجد ويحضر لاعبين أجانب ممتازين جدا، ومع احترامي الحمد طبعا، حمد دائما يقول أنه على الفريق مثلا زي العين أنه يشوف مثلا يفوز على الضمك يفوز على الفرق اللي فيه، هذا كلام غير صحيح. الآن في ظل وجود السبعة اللاعبين الأجانب والدعم الكبير، أول شيء ما أدري أنتوا تقولون معلومة أنه ما في فوارق،